الرحمن الرحيم وبه دائما نستعين مشاهدينا الاوفياء اينما كنتم، اهلا بكم واسعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير. تحكيم لقاء اليوم بقياده الامام العلي الصوره حكم ساحه السلوسي بالقاسم الحبيب. اذا نبقى في انتظار صافره البدايه. اذا انطلقت صافره البدايه من لقاء النصر والهلال، وهذه محاوله لفريق النصر، محاولة تسديد من بعيد لفريق النصر لكن تصدي ممتاز جدا فريق الهلال، هجوم سريع معاكس لصالح فريق الهلال. حوار الكلام ولغة الكلام قبل حوار الأقدام بين المدربين، وحوار بين باكايوكو وعلي رزق من جديد. حاول علي رزق يستفيد من الهفوة الدفاعية. حاملين رقم الواحد، رقم سبعة معاد العمامي، ورقم سبعة الإيفواري باكايوكو. خطأ في التمرير، تعود لصالح فريق الهلال، بن عمران وفرصة لكن ماذا يقول حكم اللقاء؟ يشير ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح فريق الهلال. إذن ركلة جزاء لصالح فريق الهلال وبطاقة صفراء، ركلة جزاء لمصلحة فريق الهلال. هذه أمامنا الإعادة، اللقطة الماضية حوار كان بين صلاح فكرون وبين الإيفواري باكايوكو. إذن الجزائري عبد العزيز قشي، عبد العزيز يلعب كورته وهدف. إذن هدف لمصلحة فريق الهلال عن طريق المدافع الجزائري عبد العزيز قشي. إذن فريق الهلال يتقدم على صعيد النتيجة بهذه الطريقة من على علامة الجزاء عن طريق المدافع الجزائري عبد العزيز قشي في شباك أصيل المقصبي. إذن الهلال أصبح يتقدم على صعيد النتيجة، يلعب كورته داخل منطقة العمليات وفرصة لصالح فريق النصر. خالد مجدي يحاول، خالد مجدي لكن حكم اللقاء يعطي الأسبقية. قلنا لقاء الذهاب الأول لجمع الفريقين اكتمل لمصلحة فريق النصر 2-1 وشفنا فيه ركلتي جزاء. يلعب كورته باتجاه أجاييه، أجاييه تبادل كورته مع خالد مجدي وفرصة لصالح فريق هدف، هدف لصالح فريق النصر، هدف لصالح فريق النصر، هدف عن طريق القائد سالم المسلاتي. سالم المسلاتي ينجح بعد تمريرها، شوفوا سالم المسلاتي كيف تحرك على القائم الاول، خبرة المواسم وخبرة السنوات سالم المسلاتي. سالم المسلاتي بهذه الطريقة، أجاييه، خالد مجدي، سالم المسلاتي على القائم الاول إلى الشباك داخل شباك مرمى في شباك فريق الهلال. شوفوا أجاييه كيف تصرف الكرة بشكل ممتاز، وخالد مجدي وسالم المسلاتي كيف تحرك على القائم الاول ولعب كورته داخل شباك خالد المسماري. إذا أصبحت النتيجة متعادلة، أصبحت الكفة متعادلة بين النصر والهلال. حماس لصالح فريق الهلال ترجع من جديد، وباكايوكو وفرصة لصالح فريق الهلال للعودة للمباراة من جديد عن طريق باكايوكو. باكايوكو يمر لكن هذه المرة يجد نفسه محاصر بين أكثر من مدافع. ممنع على الصورة، علي رزق يلعب كورته داخل المنطقة، فرصة لصالح فريق الهلال، فرصة لصالح فريق الهلال للتقدم على صعيد النتيجة من جديد. كايوكو شوفوا كرة علي رزق، كرة ملعوبة داخل منطقة العمليات، محاولة كانت من باكايوكو. هذه عامر التورغي أمامنا والبرازيلي لوسيانو. عامر يلعب كرة سريعة لكن تصدي ممتاز لخالد المسماري حارس مرمى فريق الهلال. وصلاح فكروني يحاول يعيد الكرة لكن خالد المسماري تصدي ناجح ومجهود ممتاز ودور كبير يؤدي فيه. المتابعة حاضرة، وصلاح فكرون وأصيل المقصبي. عامر التورغي باتجاه خالد مجدي من هناك، وتمريرة برازيلية للوسيانو. خالد مجدي، خالد يلعب كورته لكن ترجع لأجاييه، وعامر التورغي لكن تدخل ممتاز من أدما. بين الهلال والنصر، الهلال اللي كان في مناسبتين قريبا من منصات التتويج على مستوى بطولة الدوري الليبي لكرة القدم، اكتفى بلعب دور الوصيف بطل الدوري الليبي في النسخة الثانية موسم 64-65. يحافظ على كورته لكن ما يتمكنش عن طريق التجوري. تبادل الكرات لصالح فريق الهلال عن طريق الحاسي، الحاسي يلعب كورته لكن ترجع من جديد. علي الشريف حافظ على كورته ويمر علي قائد الفريق، تعود لأجاييه، هجوم لصالح فريق النصر عن طريق أجاييه، يلعب كورته سالم سلاتي وفرصة لصالح فريق النصر عن طريق سالم. عامر التورغي ويبقى الخطر قائم وفرصة لكن بعيدة جدا. لوسيان يلعب كورته باتجاه خالد مجدي، خالد حاول يلعب كورة داخل منطقة الجزاء لكن تعود من أدما وتعود من يبادل يقول حكم اللقاء. إذا ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح فريق النصر. ملعوبة إذا ركلة جزاء لصالح فريق النصر.
هل تتغير لوحة الأهداف؟ إذن ركلة جزاء خالد مجدي، وهدف لصالح فريق النصر. إذن هدف لصالح فريق النصر عن طريق خالد مجدي، ينجح فريق النصر في إحراز هدف الفوز الثاني من على علامة الجزاء عن طريق قائد الفريق خالد مجدي بهذه الطريقة. إذن خالد مجدي ينجح في وضع فريقه في المقدمة، وهذه فرحة الجهاز الفني لفريق النصر بهدف الفوز الثاني لفريق النصر عن طريق خالد مجدي، أو نجح فريق النصر في تغيير نتيجة اللقاء لصالحه بعد ما كان متأخر بهدف. هذه محاولة فريق الهلال عن طريق أدما، فرصة لفريق الهلال للتعديل، ردة فعل كانت سريعة وقوية، حوار كان قوي جدا بين المدافع الهلالي أدما وأصيل المقصبي، كان تصدي ناجح. لقاء الذهاب شهد ركلتي جزاء، وأيضا لقاء الإياب اليوم شهد ركلتي جزاء، بواقع ركلة واحدة لكل فريق.